الثالثه غنختموها بموضوع الدردشه معكم في اليوم ديالنا. كيف ما قلنا قبيلتي سي قدمنا واحد الفنان ديالنا سامي سعيد، ولكن سي العطاري شافوا انه ليس سامي سعيد وانما شافوا سامي عارف، وجرنا الحديث مستمعينا الكرام على بعض المواقف محرجه اللي ممكن ان نطيحوا فيها في اليوم ديالنا، في حاله ما اذا غلطنا في الاسم شي واحد كنعرفوه مزيان، وهذه كتوقع لنا حنا يا ربما المنشطين الاذاعيين او الصحفيين. بعض المرات كتكون كتقدم شي ضيف وانت متاكد من الاسم ديالو، ولكن في واحد اللحظه كتغفل وتذكر شي اسم واحد اخر. ماشي طبعا مستمعينا الكرام، هو اللي خلانا نقلب الموضوع بحكم انه البارح اتفقنا على موضوع البارح مع تسعود وتولود ديال الليل، قلنا الموضوع في الجروب ديال سوفيس لايف. احنا بارطاجينا معكم الجروب ديالنا، شنو سميتو جروبنا في الواتساب؟ سميتو سوفيس لايف. البارح مع تسعود 21 نديرو شي باش في انستغرام سميتو سوفيس لايف. سوفيس لايف فمع تسعود 21 دقيقه بالضبط مستمعينا الكرام كنا اتفقنا في الجروب ديالنا على موضوع، ولكن الحادث اللي وقع تلقائي نخبيو الموضوع ديال البارح دوير الزمان. خصوصا انا غير في الراديو جبرنا مجموعه من القصص، مجموعه من الزملاء ديالنا هنايا على انهم غلطوا في الاسم بزاف د المرات. انا ذاك المره حنا قلنا بان كنا كنقدموا الفنان حاتم ايدار، وحنا كنعرفوا حاتم ايدار مزيان زعما، ولكن في اللحظه ملي جينا نطقوا حاتم ايدار قلنا حاتم عمور. جوج زملاء في الحرفه وجوج فنان، انا كاين لهم كل الاحترام والتقدير، ولكن تسبب احراجا للضيف قد ما تسبب احراجا لك انت نفسك يعني على العموم. واو ذاك المره نذكر انا واحد صاحبي عاو كنتلاقى كنقول له فين اخي كريم، فين اخي كريم دائما، فين اخي كريم، بخير اخي كريم، بخير اخي كريم. حتى واحد النهار قال لي اخي هشام، انا ماشي الاسم ديالي كريم، لا هو هشام هذاك هو خيولي مسمي كريم، فهمتي؟ خيولي مسمي كريم. قلت له دخلت عليك بالله، قال لي والله. قلت له واحد خاك نعيط له دائما، فين عبد الواحد، فين عبد الواحد، نغلط في الاسماء ديالهم بجوج. هو تغلط غلط مهني في الاسم دوز، غلط ديال الصداقه دوز، ولكن تغلط وانت مثلا عندك الزوجه ديالك تغلط لها في الاسم ديالها مثلا، مثلا صعيبه بزاف. واش مره بصح عيطتي ديالك ولا الصديقه ديالك شي واحد اخرى؟ راه كاين اللي ما كدوزهاش، نعم، وكاين اللي ما كيدوزهاش عاوتاني. صحيح نعم. وانا على ما اظن الراجل اللي كيدوز اكثر من المراه اللي ما تدوزهاش. لا المراه ما تدوزهالكش، الراجل يدوزها مثلا. مراته تقول لي سميتو سي محمد، تقول لي كريم اقل. وعاودي لينا انا قلت لا صعيب حتى هي، اسمح لي ويلي صابر. ويلي ويلي خطا عيطك بالاسم تخا، هذا غلطه مثلا. انا دابا لو بنعي شي خوها عز الدين مثلا، فهمتي؟ لا ماشي خوها، تعيطك شي سميه اخرى ماشي خوها ماشي والو، صعيبه بحال دابا انا لوبنا. قال لك ماشي مشكل، وي وي لا من حيث الصعوبه، من حيث الوزن الثقل، كنتكلم على الثقل عند المراه اكثر من الراجل. على الثقل اكثر صح، وهذا المشكل لانه يخلق كيخلق واحد الحاجه في المجتمع ديالنا حنايا المغربي والعربي اون جينيرال، ماشي غير المغربي. تفضلي الاستاذ الباحث. لا انه الرجل فاش كيخون المراه ديالو الزوجه ديالو في المجتمع نائبه برلمانيه، لا في المجتمع لا 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 كتكون نائبه برلمانيه، لكن في المجتمع ديالنا كتكون صعيبه، ولكن كتقدر تسامح الزوجه ولا سوسيتي المجتمع كيسامح والعائله كتسامح، ولكن المراه الا خانت راجلها نعم واش كيسامح الراجل؟ طبعا ما كاين، فهنا كتبان انه احبابنا وكارهنا صعيبه، مطالبه بالمساواه دائمه، ولكن كتبقى ديما الخيانه ديال الزوجه صعب من الخيانه ديال الرجل. هذا واحد الموضوع واخا هما سواسيه في الدين ديالنا وفي كل شيء، ولكن كاين 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 شويه قاصحه شويه فاش الزوجه كتخون الراجل لانها ام، لان بزاف الحوايج. فهاد السيده فاش كتغلط في السميه وفاش الراجل كيغلط في السميه، راه اش كتقول في راسك الزوجه؟ اش كتقول في راسها؟ اه تا كيعرف شي وحده سميتها، فهمتي؟ الا مراتك سميتها لبنى، الا مراتك سميتها لبنى وقلتي لها مثلا فاتحه، جو دي نيمبورت كو، فاتحه جيتي غير في يمها ماشي مشكل. اه فاتحه لا نقولوا تجي رانيا، اي هي رانيا، قول لها رانيا، هي على البعد العربي. راني مبات لا تكون قاسم، تكون قاسم نقول رانيا، نقول لها رانيا، راني مبات في الزنقه. لا تقول لها رانيا، بغيت تقول رانيا تكون قاسم راني واحد الكويس ساعات، اش غتقول في راسها؟ تقول كيعرف شي وحده سميتها رانيا. صحيح ايوا صافي، اسمح لي. واتصلوا بنا مستمعينا الكرام، عطيونا الراي ديالكم، الراي ديالكم واش عمركم غلطتوا في السميه ديال شي واحد، شي شخص، وتعرضتوا للاحراج في هذه المساله هذه، ولا ثاني شي حد غلط في سميتكم عاودوا لينا زعما عادي. صحيح. شنو الموقف اللي طحتوا فيه؟ بحال مثلا واش واحد كيعيط لك رشيد مثلا، انا هشام بزاف الناس مثلا اصبحت رشيد كتوقع، فهمت شنو انا كيقولوا لي الهام،
مثلا ايمان ايمان الهام ماشي مشكل كي غلطوا في سميتك بحال هكا ولكن شي حد كيعرفك مزيان العطاري الا غلطوا يقولوا له اما العنطاري واما العطيطير ولا لا هذيك ماشي كتغلط هشام هذه راه كتغلط بسميه اخرى اسميه بعيده زعما انت ماشي رشيد هي محرجه جدا هشام نقول لك انت يا طارق هي محرجه جدا لا لا محرجه جدا طارق بعاتي بزاف انا واحد السيد دابا راه سيمانه هو عند صديقنا بشعيب يوميا كيقول لي تبارك الله عليك السي هشام سي هشام تبارك الله لك السي هشام سمعت لكم الصباح السي هشام وانا يا غا واحد يقول لي السي العطاري والله والله لا دابا حيت واش السي العطاري ياك السي العطاري ياك هيدا والسي العطاري هذا تبارك الله لك السي هشام والله الا صنت لك السي هشام سيمانه وانا معاك يسمع الجروب كامل كيقول العطاري كتوقع ولكن هذه عاده تلقائي باش ما غنحرجوش انا نقول له العطاري يلا خليته يلا فهمتي يلا فترقت معاه فهمتي كيقول السي هشام ياك صافي لا انا كنخليها باش ما نقول له انا ماشي العطاري انا كنخليها انا كنعتبر بحال هشام بحال العطاري ما كيغلطوش يقولوا لي السي العطاري ولا هشام لا 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 انا بزاف السي العطاري تبارك الله السي العطاري وهذه بخير السي العطاري وهذه انا نقول سبحان الله يلا فترقت معاه يلا يلا خلي هو كيعرف بانه صافي ملي كتقول لي تفرق معاك يقول لي سي هشام يكمل من عنده اذا المستمعين الكرام هي كنشوفوها سهله ولكن هي ولكن كاين الغلط ديال الاسم اللي وقع يعني لدرجه انه وصل ولا وصلت لشي حوايج لا يحمد عقبه اتصلوا بنا لا ولكن العطاري وهشام خاصنا نهضروا على واحد الموضوع لانه مستمعينا فين ما كنديروا اي موضوع كيرجعوا لهذيك النقطه شنو هي فين ما نديروا اي موضوع كل نهار كنلاحظ انه كاين تعليقات على هذا الموضوع شنو هو الحمامات لا خصنا نحلوا الحمامات والله حنا كنهضروا على الاسماء الحمامات كنهضروا على الصحراء المغربيه الحمامات كنهضروا على كورونا الحمامات ودابا هضرنا على الحمامات مسكينه قالت لنا صباح الخير تحيه لكم وهنيئه لنا في اكادير حلوا الحمامات لان كورونا كاين غير في حمامات اكادير والدار البيضاء المدن الاخرى ما فهمنا والو لا حول ولا قوه الا بالله وهنا فكرتيني واحد السيد قال لي يقول هذا الميساج هذا في الراديو وفكرتيني الله يجازيك بخير السيد كيقول لي انا وصحابي كارين بيت قال لي مع هذا البرد بزاف ما كنقدروش ندخلوا للحمام قال لك ما فهمتش انه دابا هما حلوا المطاعم وحلوا لينا الحمامات علاش الحمامات ما بغاوش يتحلوا عرفتش والله العاد ما فهمتش علاش كون هذا العالم اللي فاهم بزاف في تكنولوجيا الحمام زعما التقارب كيكون زعما قريبين زعما لا سيدي غيدخلوا غيكون التباعد غيكون اخويا غيكون التباعد الناس ما عندها فين الدو وهشام كتجبد الصداعه شنو هي واحد السيده قالت لك صباح الخير من الشاون انا كنت ناعسه وكنصنت الراديو وفيا سخانه ودايره لي زيات تحت الشال يعني ما باينينش البارد في الشال وبقيت نضحك والراجل كيقول لي بسم الله عليك ما عرفنيش دايره لي زيات كنموت بالضحك ونقول وانا نقول بجد عندك الصحه خويا هشام يقول لي شكون هذا شكون هذا تحيه ليلى ما عرفش راه الراديو شتي هشام 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 تحيه ل الحبابنا تحيه لولاد البلاد وبنات البلاد تحيه لنا الشاون فهاد الصباح لا لا يخطيكم شكرا بزاف وكاين انا ملي تزوجت مرتي سميتها زهره وانا كنعيط لها فاطمه فاطمه والله حتى حتى قالت قالت لاختي واش خوك مزوج شي فاطمه اختي قولي ناخذ اول اتصال لا معنا شكون معنا سميره من ترودان سميره صباح النور صباح الخير والربح كي دايرين بخير الحمد لله مرحبا بك معايا انا اتصلت معكم اليوم بغيت نتصل معكم ديما كنبغي نتصل معكم كيشد ليا الخط ماشي غير باش نشارك في الموضوع انا بغيت باش نقول لكم بارك الله عليكم والله يحفظكم وراه بكم باش كندوز الصباح والنهار وكل شيء ميضردي وكل شيء معايا لا لي خطك اختي ولا لي حشمنا شكرا بزاف الله يحفظكم الله يحفظكم امين يا رب ويحفظكم لينا وشكرا بزاف على هذا لي ميساج اللي كيدفيونا المهم راه مشى التعبير مشى ليا ما عرف باقي اش غنقول على فوسطي لك وحبابك اختي مرحبا مرحبا الله يحفظكم انا اش كيوقع ليا الاكثريه الناس كيغلطوا فيا كيغلطوا كيقول لي سمية خواتاتي ولكن عادي كندوزها ما كنقول لهم لا ما كنتقلق ما والو عادي نعم وكاين اللي كيتقلق عندي واحد اختي راجلها استاذ السبور وانا استاذ اللغه العربيه نعم كيهضروا على اساس انني مرات هذاك الاستاذ السبور عادي كندوزها نعم في الغلط ديال الاسم حتى في غلط الدور في الحياه نعم انا شفت كنغلط بزاف مول الحانوت كنمشي كنبغي نقول ليه سميتو كنقول ليه سميت راجلي دائما كيموت فيا بالضحك معذوره صح واش كيوقع الاحراج شويه ولا لا لا كان انا كنحشم كنحس براسي تزنق طلعت لي تزنق تيقول لي معذوره معذوره لا فهمتك لا سميره خاصه فاش كتمشي عند مول الحانوت فهمتي وكدير راسك كتعرفو مزيان ما
فهمتي باش يقاد معك مثلا الثمن اللي غادي كتسبق له. سي ابراهيم مد لي واحد جوج من الحاجه. او ابراهيم راجلك ودائما كتشوف راه جبتيها ليش. انا راه ابراهيم راجلي وانا مول الحانوت. هذا المشكله راه شي 22 عام ولا 26 عام حنا كنتصرفوا معاه. يعني ماشي بجديد. ديما كنبغي نقول ليه سعيد تنقول ليه عافاك اخويا ابراهيم هكا. والله يسمح لينا منهم. الله يسمح. بارك الله. المهم راه مشى ليا التعبير. المهم بارك الله عليكم. الله يحفظكم. الله يبارك فيك. الله يحفظك. لاني كنحماق عليك. لاني الله يحفظك. الله يسهلك امورك. الله يسهل عليك. امين. الله يخليك. انا كنحماق عليك. الله يخليك. شكرا. يلا شكرا. شكرا. شكرا استاذه. الله يكبر بك. كاين واحد الكومنتار عالي قال لك واحد السيد سنوات وكيعيط لي ديما بسميه ماشي ديالي البشير وسميتو عالي. ما عمرني بغيت نصحح لي الاسم درجه صافي ولفت اسم البشير معاه وتعاملت معاه على اساس هذا الاسم. مؤخرا صح اسمي ولكن مازال مره مره كيغلطوا كيعيط لي البشير. هذا واحد محمد جبليك صباح الخير وجه الخير. انا محمد ارشيشق كنسلم عليكم اجمعين. بالخصوص هشام قول لي واش نسيتي لي مات زوينه. شنو شكون هذا؟ سميتو محمد ارشيشق. محمد ارشيشق ما عرفت. نسيتي لي مزوينه. نسيتيها هي محمد رشيشاق. راس قام رشيشاق. تفكر تفكر خلاص. شوفوا بلاتي شنو محمد رشيشاق. الا شفت الصوره ديالو ام الياس كتبت لي انا وقعت لي مع بنت عمتي ديما كنغلط في سميه بنتها. سميتها فردوس وكنسميها ياسمين دائما حتى كتقولي فردوس ماشي ياسمين. بقيت حتى حملت بنتي ولات قالوا لي شنو تسميها. قلت لهم ياسمين. صافي صافي هذا هو الوقت. صحيح. خوله خوله قالت انا واحد جوج دراري خدامين معايا فين ما كيمشيو للدار كيبداو يعيطوا لبناتهم بسميتي خوله. واحد النهار سولته مراته بغيت غير نشوف هاد خوله وفعلا جات شافتني. فهمتي كيفاش هادي جا ضرر احياني عليها احياني. وخوله كتبت جنات قالت فردوس قالت لمياء عندها الحق. انا الا غلطت في سميت راجلي ما تخيش. صعيبه اش غيوقع ما غيرحمنيش. انا كنغلط في سميت ولادي كيتخربقوا لي ادم. نقول وائل وائل نعيط له ادم ومحمد نعيط له ادم. المهم في التالي نقول لهم اش يا سميتك. كيبقاو يضحكوا عليا. قريت الكومنتار ديال خوله. واحد الدري خدام معايا فيما كيمشي للدار. وادي قريته دابا. كيغوت على مراته. هي دي حد النهار سولته مراته بغيت نشوف هاد خوله كي دايره. في دايره دارت له تيكي تاكا. وانا الخوت بزاف بغيت نشوف خوله. الوالد الله يرحمه عمري ما عيط لي هشام مباشره. حتى عيط عمر محسنه. شنو مسمي هذا؟ هشام. هشام قالت لك عتيقه واحد النهار حب قلبي سميتو نجيب عيط لي عز الدين. ايوا بلا ما نعاود لكم الكماله. الله 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 الله. صعيبه صعيبه صعيبه. اتصال اخر. انا بغيت تكون معنا. معنا محمد من خنيفرة. محمد صباح النور. ناس الاطلس صباحكم مبروك. لمياء اش اخبارك؟ ما يتعنيت ايرين. لاباس عليكم؟ الحمد لله مرحبا بك. اللهجه ديالك راه قريبه لنا. ايوا بيان سور. الله اودي نتوما كتهضروا بالخاء بزاف ياك. نتوما عندكم الخاء. حنا كنقولوا ماه مثلا نتوما كتقولوا ماخ. ايوا هذا الشيء اللي كاين. السي محمد مرحبا بنا ديال الخنيفره وصافي. الله عليكم. الله يبارك فيكم. شكرا. انت دالك صابر اهداء. ها اسمع اسمع محمد اسمع اسمع. يا الله سمع ديك التكجدل. سمعتي التكجدل ديالنا؟ التكجدل سي صغير. هادي عطيك انا ما جسل راه بقيتي تم. ايوا واش وقع لك اخويا؟ السي العطاري بعدا كنعتذر منك. واحد النهار راه كنتي اتصلتي بيا على قبل كنتي باغي دير شي برنامج السياحه الداخليه. في الحقيقه هذا هو علاش اتصلت. الله اخويا مرحبا. راه كنكون مع السي مصطفى نهار في زين البلدان نهار السبت ديما. مرحبا مرحبا. يا مات الحجر الحجر الصحي. عقلتي بلا ما راه فاش كان ما بغاش يتانستال ليا السكيب. واخويا ديتي اربعة السوايع هذيك النهار مضاربين معاك السكيب. مشكله معاون سجل مع العشرة الصباح بس جيت بسببك حتى ثلاثة. خليتيني منشور. والله إلا هادشي اللي وقع السير عطاري وحق الله. لا لا مقبول. لا لا مقبول عادي كتوقع كتوقع. ما عرفتيش كيفاش تانستالي سكايب ودرتي المجهود ديالك. شكرا بزاف. شكرا بزاف. مرحبا بك مرة أخرى. إلا بغي إلا كانت شي حاجة مرحبا راه مع السي مصطفى ديما نهار السبت. مرحبا إلا كانت شي حاجة حنا راه الإشارة. لا بغينا نمشيو لخنيفرة إن شاء الله. بغينا نمشيو لخنيفرة. والله إلا مرحبا بكم. ربي يجي اون جروب ولا يجي يديروا شي حاجة هنا ولا مرحبا بكم. وبغينا شي خيمة بلدية فهمتي مخزانية. كل شيء موجود كل شيء موجود. إن شاء الله إن شاء الله تكتب. ومرحبا بكم عندي ماشي. الله يخطيك. شكرا شكرا. شكرا أخي محمد. شكرا جزيلا. شكرا محمد. الله يخطيك. أنا اللي كان لكم واحد السيركوي ما تنساوش. السيركوي
ان شاء الله ان شاء الله شي سيركل هو هذاك لا يخفي ان شاء الله. شكرا لك شكرا لك وخليك تحيه كل حبابنا فخو نيفره. شي مرات غلط شي واحد سميتك هذا الموضوع هذا اللي كتهضروا عليه ما عرفتش لا وين الاخت لهيا دابا هو اتصل بينا مسكين محمد قال لك لي غلط مع بنيته اعتذر السي العطاري ولكن داك الموضوع عندي معاه واحد القصه صغيره عندي واحد جوج بنيتات عندي واحد جوج بنيتات راويه وغيتا ودابا الاسماء ديالهم كيتالفوا ليا راويه غيتا المهم كان عيط اللي جاب الفم كنقولها ومع عاوتاني بالذكاء ديالهم تيقضيوا الغرض دابا عيط على راويه وهي غيتا وتقولك نعم ما كيدوش الله يحفظهم لك الله يخليهم لك اخويا ربي في عزك ان شاء الله. شوف نعيط عليك بسميتها بسميه ما ديالك ما تقولي ليش نعم قولي انا فلانتا الله يحفظهم لك شكرا لك فاصل ونواصل محمد تحيه لك. غير واحد كومونتي قبل ما تمشي الفاصل ام يسرى يمكن كتبت صباح النور والسرور عليكم انا سلمى كنت مزوجه اما الان مطلقه راجلي كان ديما يعيط لي باسم غير اسمي واحد النهار جيت نقول ليه اسم وقلت اسم احمد وانا عندي اخي احمد وعمي احمد ايوا اش نقول لكم مشيت التحقيق وعلاش وكيفاش احمد الله ينعل الشيطان راه اخي والو شكون هذا المهم مشكله وخلاص ما تفاكش كانت هي سبب الطلاق باش نقول لكم الصعوبه ديال انه تعرفوا تغلط في الاسم هذا عيق بزاف ولكن هذا زاد فيه بزاف من احسن عاود ثاني هذا على السبه هذا كان كيقلب على السبه وما لقى حتى شي سبه ما دارت له حتى شي حاجه. عطيني فاصل نمشيو هذا الفاصل الاشهاري مستمعين الكرام قالك صبر عطيني فاصل عطيه فاصل ورجع لينا باش عطينا اتصالات. تغني زاهية مفروشة سلام سلام يا سلام عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا حبي الكبير عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أم كريمة فايضة بالجود وبالخير عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي سمية ديال شي واحد او شي حد غلط في سميتكم مازال كنتوصلوا بلي كومونتير نزها كتبت لينا البارح رسلت ميساج في الواتساب هذا عاوتاني موضوع اخر خصنا نتكلموا عليه شي نهار الرسائل اللي كترسلها بالغلط طبعا حبي طبعا حبي البارح رسلت ميساج قالك في الواتساب بالخطا لصديق هادي نزها لصديق احترمه جدا قلت له الزين كيف الاحوال يا الزيونات الميساج كنت باغي نرسل صديقه ديالي هو جاوبني بخير الحمد لله ملي شفت الاسم الفوق لقيته زميل احترمه حشمت على كلمه الزين رسلت ليه وقلت له الميساج ارسل بالخطا قال لي عرفت وراك اختي حشمت اي فكرتيني نهار صيفط بالغلط حبيبه توحشتك حميد بوصله قال لك حميد بوصله قال لك انا الزوجه ديالي عيط لي بجميع الاسماء اللي كتصور اللي كتصور ما خليت شي نهار ما قلت لها شي اسم ونزها صدقت بات لينا صاحبتي سميتها زينب ياك وعندها اختها كتشبه ليها بزاف سميتها لطيفه اختي تلاقات اخت صاحبتي اللي هي لطيفه قالت لها زينب قالت لها انا اختها لطيفه انا ماشي زينب قلت لها اختي صافي سمحي لي في الغد تلاقيت عاود بلطيفه قلت لها زينب البارح تلاقيت باختك لطيفه تسحب لي انت قالت لها لا انا لطيفه راه تلاقيتي نيت البارح تما وليو علمونا
قالت تحياتي لختي الاخت 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 صاحبتي لطيفه في الرباط راه دابا اكيد في الاستماع فيا وفي الاذاعه ميد غادو حتى هي وعراجل. حنان صبر قالت انا سميتي حنان راجلي لا تعصب كيقول لي ايوا صافي يا احسان ولكن المشكله فيا انا الا تعصب كنقول ليه شنو كنقول ليه خليني عليك اخويا مصطفى. كذلك عتيقه قالت لنا كيف جاتكم الراجل كيحلم كيقول اسم امراه ما عندناش في العائله اصلا. قول هذا الضغط الفقد وي. وعندنا طلب من السامعه وفيه القهوه الصباح لالا سليمه الهاني والاسره ديالها قالت لكم عافاكم الله يسعد صباحكم والله يحفظكم بغات الرقاده. طبعا حنا على قبلكم وعلى قبل طبعا نونسوكم ونفرحوكم لالا سليمه هيا ليك والاسره ديالك الوفيه والصديقه ديالك لالا اسماء الظهير هاي الرقاده بخاطرك وناس سرق واحد واحد. هذه التبريحه مايكيه عاود هشام سمع مزيانة هشام شبتي هذا ما خوخ أحمد هشام قالك هذاك السيد اللي كتب لك نسيتي أيام زوينة هشام أيام الدراسة أنا هو محمد رشاشق صديق حميم ديالك ما كنتيش كدوز امتحان بلا بيا كنتي كتنقل منه زعما. هذه هي الذكريات الزوينة. هشام تعيب برشي جاق في هذا الصباح لأني خطيك الحبيب. يا سليمة على خاطرك يا سليمة هنا هنا أخوك محمد قال هشام عادي كيغلط في اسم دمراته قال بزاف دمرات لامية خي عادي ولكن لقل شي اسم أخو مشيت فيها رقد رقد انا بغيت اخويا الكبير سفيان انا شمرات كنقول لك سفيان بحال كنحسبك خويا الكبير عمر قلت لك سفيان وسفيان تما كنقول ليه هشام كيقول لي هشام هادي اخوك الكبير تقول ليه بالتسميه تاع دري اخر والعطار مجد كتبت لنا عفاء والعطاري عفاء قدم تحيه الاب ديالي راه كيسمع لكم دابا اسمه ديان طاهر تحيه لسي ديان الطاهر صباحك مبروك وشكرا بزاف الوفاء ديالك المدراد ويا الله قال اخويا قال زي 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 سعديه من سلا اخر مكالمه معنا هذا الصباح سعديه انقطع الخط السعوديه بارك شكرا لكم مستمعينا الكرام قدموا الموقف بسيط ولكن يسبب لنا الاحراج سمعنا حاله طلاق بسبب غلطتي في السميه مستمع قالت لك انا ملي كنتعصب كنعيط لراجي خديجه على اختو كتشبه لي زعما الله يلا معلمه اسمع خديجه صافي قالت لك كيفاش والله اذا غيتفقس والله حتى غيموت بالفقصه كلمه واحده روناته اسكت خديجه اسكت خديجه صافي راجلي قال لي واحده قالت انا قلت لراجلي ومسمي عبد الله وقلت له محمد قال لي شكون هذا محمد هذا قالت وانا حامله فهمتيني قال مباشره قال صافي هاد الولد نسميوه محمد معلم معلم عبد الله محمد طلق طلق ما نعقدوش الحياه مكالمه الحياه مكالمات بزاف نعاود نرجع كاين مكالمات كثيره الموضوع يمكن نهضروا عليه بشي زاويه معالجه واحده اخرى مستمعينا الكرام نرجع الموضوع زعما من بعد اتصالات كثيره لكن هو اليوم اخترنا موضوع خفيف ظريف ما هضرنا على البرد وهضرنا على الفيضانات وهضرنا على المعاناه وهضرنا على الكلاكل وهضرنا شنو ممكن يدار وهضرنا على مسؤولين ومدى التحمل المسؤوليه ديالهم مجموعه من الامور هو ما هي غير واحد نص ساعه خصك واحد الموضوع يكون مطروح للنقاش راه ماشي الحياه ماشي دائما جديه وحنا هادشي كنتعاملوا الحياه الا كانت كلها جديه تعيش في الحياه ديالك معذب الحياه احيانا لهو احيانا ضحك واحيانا ابتسامه واحيانا صرامه واحيانا جديه واحيانا خف اللعب واحد النهار تلقى تخف 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 الا ما كانوش القوادس ديالنا ما دوزوش الماء خليو نتوما فين يدوز الماء كيف ما كنقولوا مجموعه
صح الحياه مستمعينا الكرام ماشي هي غير الجديه الجديه غراسه 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 عادي هشام انه يوميا نجبدوا لهم موضوع جدي فهمتي والله العين العظيم ولكن هنا كنديروا داكشي بالمقصوده محمد العطاري كيف يكون هذا الموضوع بسيطا وقد وقد اكدت مستمعه بانه رجل طلق بسبب على انه هي غلطت في السميه كاين اللي كيكون وملكه شفيقه قالت ان شاء الله يفتحوا لنا الحمامات صافي وان شاء الله يفتحوا الحمامات حلوا لنا الحمامات الله يرحم الوالدين راه ما كاينش ما قلتوش لينا علاش مسدودين الا كان المطاعم حليتوها حلوا المطاعم حلوا كذلك الحمامات الناس فين استرزق الله والناس فين تدوش وتحمحم حشومه وعيب وعار ما مفهوماش وكذلك الله يشافي خذ ابيل بابا الملاحظ الله يشافي بعض الصفحات الجزائريه بين قوسين هذه المعلومه اللي غنقول الله يشافي بعض الصفحات الجزائريه اللي ولاو كيخلصوا الصفحه كتولي سبونسوريزي باش ينشروا المعلومه الكاذبه والحقد ديالهم الكذوب ديالهم على المغرب والمسؤولين والشخصيات ديال المغرب ولا داكشي سبونسوريزي صح بالفلوس معنا اخر اتصال الدراري ابراهيم يلا ناخذ ابراهيم ابراهيم صباح النور ابراهيم الو الو السلام عليكم سي ابراهيم بخير سي هشام كلشي بخير اهلا سي ابراهيم لا 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 الحمد لله قدام ولي ابراهيم بخير على خير الله يعزك اخي مرحبا نشارك معكم هذا النهار هذا مرحبا في النهار كبير هذا هو سي ابراهيم قلت لك عاد تجي شكون اكبر واحد كي غلط في السميات شكون او ما السربايا فايت لك غلطتي في السميه انا بعدا غير كنشير لا ابراهيم سميتي انا ابراهيم طبعا دخلت كنبغي نقول لك لاميا كنقول لي ليا مثلا شوف بحال ماشي مشكل بحال مثلا والله لا ولكن والله ابراهيم تبارك الله عليه كيجيب لنا الماكله والقهوه ولكن ما كينساش بزاف قليل الا غلط في السميه تعرف دابا الكليان تعرفني من صوتي زعما نهضر معاه ومشى واخا ما يشوفش هذا كيعرفني كيعرفني لاميا عندي واحد الميزه انا بعدا عندي واحد الميزه عطاها لي الله تبارك الحمد لله عليها الحمد لله الكليان ديالي كلهم تنعرفهم غير بالصوت بالصوت صريحه كندير لي زياد دابا في التليفون ديالي وما كنشوفش النمره ما كيشوفش اذا انت سي ابراهيم مجرد ما كيعيط عليا الانسان كنعرف شكون اللي عيط عليا اذا سي ابراهيم انت كنطابق لك هذيك الاغنيه ديال من صوتك عرفت قبل ما تشوفك العين والله نهار كبير صديق الاخ ديالنا ابراهيم يتصل بينا اليوم ويشارك معنا اليوم انا سمعتونا كنهضروا على ابراهيم على ابراهيم على ابراهيم هو هذا السي ابراهيم اللي تواصل معنا في البرنامج هذا الصباح وهنا غنسولوا السي ابراهيم والسي ابراهيم السي ابراهيم كنشكركم والسي ابراهيم نعم سنوات انت معنا وخاصه اللي كيبقى هو الصباح شنو تقول علينا اسيدي شوف الناس الله يعمر هذا الله يخطيك والناس ديال كنحبوكم في القلب من القلب ديالنا لله تبارك وتعالى لله يخطيك وكنطلب من الله تبارك وتعالى الله ييسر لكم الامور يا رب والله ينجحكم في عملكم ان شاء الله تبارك وتعالى امين وييسر لكم الامور اللي ما مدوش الله يسهل عليه اللي مدوش الله يخلي له وليداته واللي مشات من نتيحة الله يعطيها له امين يا رب العالمين اخر سؤال ابو ابراهيم قبل ما تمشي شكون اول واحد كيعيط لك من عندنا اول واحد هو سيدي كنبداو بالصابر صابر صابر لا من مورا صابر شكون صابر كيعيط لي مع 6 الصباح من مورا صابر من مورا صابر شكون عاوتاني تتبعوا لي ليا اييه وسير سيدي وهادي راه هشام وغادي يسير سير وهي غاديه ولكن قلتي لي كيعيط لك كامل ولكن ما قلتيش لي ما كيعيط لكش العطاري العطاري ماشي كيعيط لك العطاري كيجي عندك برجله فهمتي كيفاش العطاري كنشوف وجهه لي وجه صافي شكرا تحياتي انت ابراهيم برافو عليك الله يكبر بك العزيز اهداء لابراهيم جوال جيريك إذن وصلنا نهاية لقاء صباحي قهوة الصباح الله يلا بلاصتك معاهم أخي محمد شكرا غمضية على راسك إذن شكرا لوفائكم مستمعنا شكرا صابر في الويكند شكرا صابر فندق في الإخراج وشكرا لهشام أبو زروال في الإشراف على المباشر في لاباج ديالنا ميد راديو أوفيسيال على الفيسبوك تلقوا معكم غدا دائما من 6 ل 9 هذا الوحيد في المجموعة اللي مدخل الصرف غابة
مالنا احنا ما نديروش سهله والله والله تدعيك يوميا يوميا والله الا بقيت برامج ممتعه رفقه ميد راديو اخبار التاسعه وجواد الطاهر يلا صباحكم سعيد مستمعين اهلا بكم.